السلام عليكم. ما زالت حادثة حقن تلاميذ من طرف نساء متجلببة تصنع الحدث في الجزائر، وتداول ناشطون فيديو لتلميذة صغيرة وهي تروي كيف اقتربت منها امرأة متجلببة وقامت بحقنها في اليد. تابع الفيديو للأخير. جات ليك واش قالت لك؟ دارت لك البره هنا في يدك. واش لابسه؟ لابسه جلباب موف ودار النقاب هنا في فمها كحل. كحل صوتها صح مرا ولا راجل؟ ما سمعتيش صوتها؟ تاع مرا. من بعد كيفاش؟ من بعد اسمع، على باه نعرفوا الان حنا. من بعد نزيدوا نقولوا الكاميرا نزيدوا نشوفوا. شوفوا راها والاطفال يهضروا حجاب موف. معليش، وتبغي تقول لهم باللي كي ديتها اليوم للقطار راهم ديك الدراوات اللي لاخر قاوهم لي نلقى وحده في نفس المشكل مهراه واثر في هذا المشكل. هذا لو ميم وكانت من تفخى صباحها صايب بها باينه مي من شربت الدواء.